أستاذ أحمد، المفارقة أنت وصفت المناسبة أنه يوم الجيش، بمعنى هو يتحدث كرئيس ويقول أن يوم الجيش، بمعنى هناك جيش في إيران. حتى الحرس الثوري الإيراني يتصرف، الذي كما أشرتم أيضا بريطانيا هناك ضغط على رئيس وزراء البريطاني بأن يضعها على قائمة أو لائحة الإرهاب. هناك على الأقل في دولة، وإن كان فيها ولاية الفقيه ونظام الملالي، لأن هنا دولة وجيش، بمعنى جيش واحد. هذا الجيش الآن يتخذ أدوات من دول مجاورة، يفترض أن أيضا فيها جيش وطني ولا خلاف في ذلك. السيادة فيه تكون على امتداد التراب الوطني العراقي، ولكن هذه الميليشيات مرة أخرى تطل برأسها وتحرج كل رئيس وزراء تعاقب على العراق منذ 2003 حتى الآن. أين هي السيادة؟ أين هي سيطرة الدولة المركزية؟ أين سيطرة بغداد؟ أين سيطرة حتى يعني رأينا كيف تعاملت دول كثيرة عندما يتعرض أجواءها أو ترابها الوطني للاختراقات، تكون هناك ردات فعل حتى لو كانت تسويفية، بمعنى أننا سنرد في الوقت والمكان المناسبين، نعلم هذه تماما. ولكن عندما تستمر هذه الاختراقات وكأنها مدعاة إلى التدخل، مدعاة إلى جلب ردود الأفعال، مدعاة إلى عمليات قصف تكاد لا تتوقف. يعني أشرتم حتى بالتسميات نحشون، هذا الاسم لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية، هذه بالعربية تترجم تعني العراف، وهو اسم يعني له دلالاته في العهدين القديم والجديد، خاصة العهد القديم. هذا يشير يا عزيزي أن هذه الطائرة تعرف ماذا تقوم به، لأن هي بطبيعة عملها تجسسية واستطلاعية، وهي في صميم عملها الاستطلاع الإلكتروني، بمعنى رصد هذه الإشارات الآتية التي تظن بعض الأدوات التي تستخدمها إيران بأنها لا ترى أو لا يتم رصدها، ولكنها مرصودة، وهذا يتضح من خلال العمليات الانتقامية التي تتم الآن. الإعلام يتلاعب استفزازية أم انتقامية أم ثأرية أم بطولية أم مقاومة، بصرف النظر النتيجة واحدة، النتيجة أن هناك دولة لها حدود. طيب. يفترض أن يسميها فقط جيشها الوطني، هناك ميليشيات وتعبث يمينا وشمالا، بصرف النظر عن هذا التصنيف المرحلي، لأن يا عزيز الآن الكل سعيد في هذا التقارب السعودي السوري والعودة التطبيع العربي السوري، ولكن ماذا يعني هذا في الأمر في المحصلة؟ هو يعني أنه لا بد من إخلاء هذه الأراضي العربية في الصميم من أي عنصر غير عربي، وهذه لا عنصرية، هذه تتعلق بالسيادة. القضية ليست ضد إيران في البعد الحضاري أو العرقي، كذلك الموقف بالنسبة لتركيا، الاعتداءات سواء كانت إيرانية أو تركية على العراق أو على سوريا واحدة، لأنها تخل بمبدأ واحد في القانون الدولي.